ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الثلاث 21 فبراير شباط 2023. ما تتخذش في النهارده في يومك اي قرارات ثابته. النهارده لازم تبقى واضح اكتر في كتير من الحاجات اللي بتبقى عندك، هتبتدي تبقى الحجج والمعطفات كلها مفاجأة ليك. على الارجح لان جوك كهربائي ديناميكي اكتر، فما تاخدش الامور دي دايما على محمل جدي، هتبتدي تنجو منها بشكل سالم، هتبتدي تصحى وتعمق كل المشاعر اللي عندك. بالنسبة ليك النهاردة انت معرض انه يحصل فيه خطر انك تنتشر نفسك في مشكلة هتبقى ضئيلة جدا النهاردة، بس هترجع لحقيقة انك ممكن تعرف تعمل كتير. هيكون كل حاجة افضل لو قومت رغبتك بثقة، خاصة في زملاء الشغل، هتبقى بتحتفظ بحياتك الخاصة لنفسك. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى، المناخ حلو جدا، لو حبيت تحلم وتسترخي وتبني مشاريع حلوة وجميلة هتستمتع مع الأشخاص اللي حواليك والاهتمام بالضعف اللي بيبقى عندك، عندك تسامح لو لزم الموضوع في اليوم ده. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية، اليوم رائع جدا، لو حبيت تسترخي وتحضر فيلم في السينما هتتقبل كل أفكار المخرج اللي بتبقى فيه وهتفسر الممثلين بشكل مثالي. بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة، هتشوف ان مشاريعك هتتشكل وهتتسق بشكل واضح في الوقت ده، الوقت مناسب جدا لو حبيت تضاعف اجتماعاتك وتغير طريقة اتصالاتك، هتعرف تفضل التقنيات الجديدة وتعرف تكون صديق الانترنت في الوقت ده افضل من اي وقت. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي يومه بيتماشى مع نبتون القمر، وهيجيب لنا حاجة اننا نسترخي ونمشي مع التيار، في حين ان هيكون موقع القمر لطيف جدا، ساحتنا هتبقى مناسبة مع عطارد، واليوم هيبقى بيضيف مفاجآت وتوترات لأنماط تفكيرنا ومحادثاتنا، حواسنا جديدة فيها تحفيز واضح، ممكن يكون في ومضات مفاجأة في البصيرة اللي عندنا، أفكار جديدة كتير هتبقى عندنا لكن هنخطط ليها بشكل كبير علشان ما تتكملش بشكل مختلف، يبقى عندنا نفاذ للصبر مع كل الأمور الروتينية اللي بتبقى في حياتنا، هيبقى محتمل اننا نبقى عندنا تنظيم وفظاظة اكتر في الفترة دي. القمر يعتبر هيظهر لينا معلومات هتبقى بتزعجنا في وضعنا الراهن، لكن عبوره هيبقى بيحفز عقولنا اكتر عشان نتشجع ويبقى عندنا طرق جديدة للتفكير لغاية ما يدخل القمر برج الحمل في اليوم الاربعاء.